تويت هذا رونالدو كان افضل لاعب ايضا. انا قلت اولانيه قوه رونالدو اولانيه قوه المدرب، ان اللاعبين الكبار هذوما مش ممكن تخرجهم ولو يكونوا في اسوء حالات. نعم. لان ممكن في خمسه دقائق يغير كل شيء. اليوم شاهدناه في المباراه، ما قدرش مباراه كبيره، لكن شاهدناه في الوقت الاضافي هو اللي عمل الفارق وسجل هدفين. واعتقد ان اللاعب هذايا بصراحه لاعب عمره 31 سنه. نعم. ومازال العطاء نتاعو الغزير ومازال يسجل اهداف، توضح لنا قيمه اللاعب هذا. احنا حكينا كثير على اللاعب رونالدو، لكن يبقى لاعب من افضل اللاعبين في العالم، من افضل انتدابات الريال اذا مش افضلهم، لانه قدم خدمات كبيره لريال مدريد. Other than me, yeah. But when I kiss you, it just ain't the same.